مرحبا أعزائي الطلبة، أتمنى أن يكون الجميع بخير. اليوم سوف نقوم بحل ورقة العمل تطبيقا على قاعدة المصادر. السؤال الأول يقول: صل الفعل في العمود ألف بمصدره في العمود باء فيما يأتي. إذن يوجد لدينا في العمود ألف مجموعة من الأفعال الماضية وجميعها ثلاثية، أي جميعها عدد أحرفها ثلاث في الماضي، ويوجد لدينا في العمود باء مصادر هذه الأفعال. الفعل الأول هو جلس. ما العملية من جلس؟ إذا قلنا جلس الولد، ما العملية التي قام بها؟ هي عملية الجلوس. يوجد لدينا الفعل غاب. ما العملية من غاب؟ عملية الغياب. أخذ. ما العملية من أخذ؟ هي عملية الأخذ. سمع. ما العملية من سمع؟ هي عملية السمع. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. يقول السؤال الثاني: صغ من الأفعال التالية مصادر. إذا لدينا مجموعة من الأفعال، سوف نقوم بوضع المصادر لها. الفعل الأول هو دفع. ما العملية من دفع؟ ما العملية التي نقوم بها؟ نقوم بعملية الدفع. رفض. ما العملية من رفض؟ عملية الرفض. طرب. ما العملية من طرب؟ عملية الطرب. شبع. ما العملية من شبع؟ عملية الشبع. صلب. صلابة. شجع. شجاعة. صنع. عملية الصناعة. وكتب. عملية الكتابة. إلى هنا نكون انتهينا، وشكرا لكم على المتابعة.